لقاء الأعداء جمع كل من اليابان والصين حول طاولة واحدة، وأين؟ على الأراضي الصينية تحديداً. فالطرفان إلى يوم أمس كانا يتبادلان الاتهامات وهجوماً بالتصريحات. طبعاً السبب هنا معروف، أزمة تايوان. لقاء السبع ساعات جمع بين كبير مستشاري الشؤون الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الياباني. وبحسب التصريحات الصادرة كانت تايوان الملف الرئيسي في اللقاء بين الرجلين. فالجانب الصيني أكد لنظيره الياباني أن مسألة تايوان تتعلق بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية والثقة الأساسية وحسن النية بين البلدين، مشددا على أن طوكيو يجب أن تتبع سياسة عقلانية تجاه بكين. كما أن بكين انتقدت المناورات التايوانية الأخيرة التي استعرضت فيها تايبي مقاتلتها الأمريكية المتطورة من طراز F-16. نشاهد بعضا من هذه المناورات. أما الرد الياباني مشاهدينا فقد أكد على أن المناورات الصينية العسكرية حول جزيرة تايوان يعد استفزازا، وتهدد هذه المناورات استقرار المنطقة لا سيما تجاريا. فالصين وخلال مناوراتها التي تتكرر بين وقت وآخر وفقا لتايبي حاكت حصارا للجزيرة، واستخدم خلالها الجيش الصيني أثقل أسلحته وأكثرها تطورا بحريا وجويا. فلنتابع بعض المشاهد من تلك المناورات.